والتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، إنه ما يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ما يعبد معه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء صالح، ما يعبد مع الله، كما قال سبحانه: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى في شأن عيسى بن مريم عليه السلام رسول كريم، لما عبده النصارى من دون الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. واللي بيأكل الطعام يا أخواننا معناه محتاج، صح ولا ما صح؟ اللي بيأكل الطعام معناه محتاج ومعناه ضعيف. عيسى بن مريم عليه السلام ربنا قال كانا، هو وأمه كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. عيسى بن مريم عليه السلام ما يجوز أن يعبد مع الله عز وجل، وأمه مريم الصديقة الطاهرة ما يجوز أنها تعبد مع الله عز وجل. ليه؟ لأنهم بشر، والبشر ليس له أن يعبد، وربنا سبحانه وتعالى بيستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى، وربنا ما محتاج لأحد. قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا، أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. ربنا اللي بيأكل لكن هو ما بيأكل، وهو يطعم ولا يطعم، وفي قراءة وهو يطعم ولا يطعم، ما بيأكل لكن بيأكل الخلق. ها، عشان كده يا اخواننا كل عبد ضعيف وفقير ومحتاج إلى الله عز وجل ليس له أن يعبد مع الله عز وجل.